السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من الابواتيك سيستم المهم بيسموه البيرزيستنس، هنشوف ايش معناته. تعرف لما انت تكون مشغل الابليكيشن تبعتك او حتى الكود تبع الابواتيك سيستم، لما يكون السيستم شغال بيكون في جزء منه في المين ميموري، والمين ميموري هذه اما انه دايناميك رام او جزء صغير منها بيكون ستاتيك رام عادية. الاثنين في الحالتين يعتبروا رام. لو طفيت انت السيستم او صار عندك كراش، كل شيء بيروح، مش هيك ولا؟ لانه فولاتايل. ولو انت كنت عملت تعديل على ملف وحابب انك يعني التعديل هذا يبقى عندك، معناته انت بتدور على البيرزيستنس اللي هي التخزين بشكل ثابت، الثبات، مش هيك ولا؟ لذلك البيرزيستنس جزء مهم في الاوبريتنج سيستمز. جزء من الانبوت اوتبوت ديفايسز المهمه اللي هما الستورج ديفايسز، ومنها الهاردس، وحديثا ومن فتره السوليد ستيت درايفز. هذه تستخدم تستور انفورميشن بيرسيستنتلي بشكل دائم يعني. طب ايش هو الجزء من الاوبريتنج سيستم المسؤول عن انه يتعامل مع البيرسيستنت ديفايسز هذول؟ الجزء المسؤول بيسموه الفايل سيستم. الفايل ايش؟ سيستم. هو المسؤول انه يعمل كرييشن ويعمل ديليشن ومانيبيوليشن للفايلز وللداتا والانفورميشن تبعتك في الانبوت اوت، في الانبوت اوت ديفايسز هذول بشكل ايش؟ ريلايبل وكمان افيشنت. زي ما شفنا الاوبريتنج سيستم عمل لي يعني مفهوم الفيرتشوال سي بي يو، يعني عمل فيرتشوالايزيشن لمين؟ للسي بي يوز. بمعنى انه ممكن كل ابلكيشن يبدو له على انه في له السي بي يو الخاص فيه اللي شغال عليه الابلكيشن تبعه. وهكذا قدمنا وقلنا على انه بيعمل كمان فيرتشوالايزيشن للميموري، بحيث بيبدو لكل ابلكيشن على انه شغال في ميموري خاصه فيه. لكن لو اس ما بيعملش لكل يوزر ولكل ابلكيشن فيرتشوال ديسك، بيعمل له مفهوم كونسبت سهل ومفيد بيسموه ايش؟ اللي هو الفايلز. لذلك هتلاقي كل الداتا تبعتنا والانفورميشن مخزنه بصوره فايل، سواء داتا فايل عادي او رنبل فايل او جرافيكس فايل او ايمج فايل، كله بيكون مخزن ايش؟ بفايلز. خلينا نشوف المثال التالي، الكود التالي. هذا كود بتعامل مع فايلز سم انكلود دايركتيفز، بتلزم هذه المين فانكشن. في الاول عمل كول لفانكشن اسمها اوبن، هذه كول في السي، بتعمل كولينج للكود تبع الاوبريتنج سيستم، وبتحديد بتروح للفايل سيستم عشان يفتح ملف. الارجمنت الاولاني بتحدد اسم الملف مثلا تم فايل، بعدين في سم اذر اوبشنز منها مثلا فور ريد اونلي، فور ريد رايت، فور كذا. هذا الاوبشن كرييت، يعني لو الفايل مش موجود بيعمل له كرييشن، لو مش موجود بيعمل له ايش؟ كرييشن، وبيفتح. تمام. في الاخر الفانكشن اذا نجحت بتراجع لك سم نمبر، النمبر هذا بيسموه فايل ديسكريبتور، فايل ايش؟ ديسكريبتور انتجر، بحيث ليتر اون عشان تتعامل مع الفايل هذا في البرنامج هذا يو دونت نيد انك تستخدم اسم الفايل سترينج اللي هي هذا، فقط تستخدم مين؟ الاف دي. الاف دي، والاف دي هذا المفروض اذا نجح في عمل الاوبن، لانه ممكن يفشل لاكثر من سبب، يعني ابسطها ممكن يكون الديسك از فول وبالتالي ما يقدرش يعمل كرييشن للفايل. فاذا الفول في الحاله هذه بدي لك الاف دي بيكون سم نيجاتيف فاليو. لذلك تلاحظ هنا اعماله بيتاكد هل الاف دي از جريتر ذان مانس 1.
إيه ده greater than minus 1 معناته everything is okay، معناته قدر يعمل creation للفايل open الفايل بسلام. اوكي طالب انه اعمل الفايل، فلقيت البوينت هنا الاولانيه الاوبن هذه معناته حتروح لمين الكول هذه؟ للاو اس، ولو اتش بارت او اس بالتحديد للفايل سيستم، للفايل ايش؟ للفايل سيستم. بعدين في كمان كول هنا رايت عمال بيكتب سام سترينج تمام عن طريق الرايت. تلاحظ هنا من الان فصاعدا بيستخدم اللي هي الفايل ديسكريبتور اللي هو هذا، مش هيك ولا ما بيستخدمش اسم الايش؟ اللي هو الفايل، بيكتب سم سترينج مكون من 13 اللي هو كاركتر، ومش شرط يقدر يكتب كل ال 13، يمكن كتب بيكتب 10 يضل 3 لانه 3 ديسك، ساعتها كتب بس 10. لذلك الرايت هنا تيرنز نمبر عدد الكاركترز اللي انكتبوا فعلا. تمام؟ فانا حابب يقارنها بالمفروض انكتب، لو بيساوي 13 معناته ماشي، فيش بروبلم. لكن لو مش 13 اقل من 13 بايش؟ بيعمل اكزيت، صار ايش؟ اللي هو بروبلم. برضو اجين الرايت هنا بتروح لمين؟ للاوبريتنج سيستم تمام، واللو اس والفايل سيستم بالتحديد هو اللي بيعمل عمليه ايش؟ الرايت اللي هو في الـ في الـ في الديسك. في الاخر خالص لما خلص الكود قال كلوز اف دي، يعني سكر لي الملف اللي احنا فتحناه. برضو هذه اللي هي ثيرد كول بتروح لمين؟ للاوبريتنج سيستم. لذلك الكود انت بتكتب ابلكيشن هتلاقي في كود بدوش خدمه لو اس، وفي كود بده ايش؟ بده خدمه من مين؟ من الاوبريتنج سيستم. بتروح هذه كلها كولز للاوبريتنج سيستم عشان ايش؟ ينفذها نيابه عنك. طيب لما انت بتقول له open الفايل الفلاني، طب ايش المطلوب من الاس يعمله؟ مطلوب منه شغلات كتير، لازم يشوف على الديسك وين في مكان فاضي عشان يحط فيه الفايل، ويسجل عنده في الداتا ستراكشرز المناسبة سواء في المين ميموري او على الديسك نفسه، في سام داتا ستراكشرز بتكون برضو، وعشان يحدد وين الفايل حينحط، لانه فور انفورميشن الفايل اللي بتخزع على الديسك في الغالب بيكون كونسكيوتيف ورا بعضه، ما بيكونش ورا بعضه. عارف الديسك بيكون مقسم ايش؟ الى سلندرز، والسلندر الى تراكس، والتراك الى ايش؟ الى سيكتورز. ولو انا بتكلم عن ديسك عادي في الابر سيرفس وفي اللور ايش؟ اللور سيرفس. فاللي تكيب ذا تراك بكل التفاصيل هذه مين؟ الاوبريتنج سيستم. انت بتقول له اعمل لي، صح انت بتكون عارف انه الفايل في على الدي درايف وفي الفولدر الفلاني، بس يو دونت اكزاكتلي وين على الدي درايف، ولازمش تعرف. لو حتعرف هتتعب نفسك وتدخل نفسك في تفاصيل متعبه ومضيه، تاخذ وقتك وجودك على الفاضي من غير لزوم. اللي بيعرف كل التيجز هذه مين؟ الاوبريتنج سيستم. يشوف وين في مكان مناسب عشان يحط الفايل، وبيحجز التراكس والسكتورز المناسب ويسجل عنده، سواء في داتا ستراكشرز اللي في الرام او بيعكسها في الاخر بعد كده على اللي هو الديسك في اماكن معينه. اوكي؟ عشان بعد كده لما تيجي تفتح نفس الفايل يعرف وين يروح على الديسك. مش هيك ولا؟ انت بالنسبه لك يوزر يو دونت نيد تو نو وير تو جو على الديسك، لكن الاس لازم يعرف، مش هيك ولا؟ اي نعم. فهذه كلها ديتيلز اللي هي مهمه المفروض انه بيقوم فيها مين؟ الاوبريتنج سيستم، مش انت كيوزر ولا انت كديفلوبر ولا كابلكيشن. حتى في جزء مهم من الاوبريتنج سيستم بيسموه ديفايس درايفرز. انت عارف اي ديفايس سواء سكرين سواء كاميرا سواء برينتر سواء كذا له ديفايس درايفر. هذا الديفايس درايفر هو اللي بتعامل معي مع الديفايس مباشره، الديفايس في الاخر هاردوير. تمام؟ تعلم اذا تعامل مع هاردوير في تفاصيل بالبتس، مش هيك ولا؟ وريجسترز وشغلات وادريسيز وفلاجز وكذا. تمام؟ هذا مين بيعرفها؟ مين تفاصيلها بتعامل معها؟ الديفايس ايش؟ درايفر. يعني حتى انت لو بتبعت كول للاو اس قلنا مين بيستقبلها اذا كان انبوت اوتبوت؟ الفايل سيستم. الفايل سيستم بعد كده بيبعتها لمين؟ الطلبات، بترجمها طلبات الى ايش؟ من الديفايس درايفر. حسب تبع الديفايس اللي طالب منه الخدمه سواء ستورج او انبوت او كذا. تمام؟ اوكي. لذلك عمليه كتابه الديفايس درايفرز نفسها عمليه مضنيه وشاقه. تمام؟ ومش مطلوب مني انا كديفلوبر او ابلكيشن بروجرامر عادي
كل ما بدي اكتب افتح فايل واجرى شويه انفورميشن واللي اكتب اروح على تفاصيل الديفايس درايفر، لانه فعلا متعبه كتير وايرو برون، يعني عرضه من السهل انك تقع في اخطاء. تمام، لذلك الاو اس بيوفر لي ستاندرد لايبرري فيها كولز انت بتطلبها في الكود تبعك، وبعدين تفاصيلها تنفيذها نفسها مش عليك، على مين؟ على الاوبريتنج ايش اللي هو سيستم. حتى في كمان اللي هو تفاصيل كمان كثيره اخرى، يعني انت لما تكتب تفتح فايل وتعمل شويه تعديلات على الفايل، وبعد بشوي تعمل كمان شويه تعديلات، مش شرط كل تعديل تعمله ينعكس اولا باول الى الديسك بشكل فوري، ممكن يتم تاجيله بحيث الاوبريتنج سيستم يعمل جاذرنج للرايس هذول ويكتبها في الاخر مع بعض، بيكون اوفر له في الـ في الـ في الوقت، اوفر له ايش في الوقت. زي انت بدك صحيت الصبح بدك تعمل لك طبخه، قلنا بدنا مثلا نص كيلو لحمه، كويس، الساعه 10 الصبح، وان واي عشان تعمل الطبخه واحد من العيله يروح يجيب النص كيلو لحمه ويرجع بعد شوي الساعه 11 قالوا اه طب نطبخها على باميه، تمام، بعتت اللي هي بحد هات نص كيلو باميه، جاب نص كيلو باميه، تمام، بالك صار عندك كم مشوار اليوم؟ مشوارين، ولسه اذا بدك بندور اذا بدك كذا، تمام. تلاحظ اللي في بروسيس زي هذه، في عمليه زي هذه اللي هي موست اوف ذا تايم رايح اللي هي في الكوميونيكيشن، اللي هي في الترانسبورتيشن، في المواصلات من شركه، ولا نفس اشتريت نص كيلو لحمه بيقطش دقيقتين من عند اللحام، ونص كيلو لحمه بس ثلاث دقائق، دقيقتين من شركه، ولا اي نعم. فموست اوف ذا تايم رايح على مين؟ على الترانسبورتيشن. لكن انت لو صحيت من الساعه 10 كنت محدد قلت اوكي ماشي بدي الساعه 10 بدنا اليوم ناكل باميه، ماشي تروح تجيبها على طول، استنى شوي. طيب بعد شوي يقول طب على ايش الباميه نعملها؟ تمام، يقول بدنا نص كيلو لحمه، تمام، جمعنا الحاجات، بدنا لا باميه وبندوره ولحمه، الساعه 12 بعثت حد بيجيهم مره واحده، جاست وان ترانسبورتيشن رايح جاي، و10 دقائق شرايه هناك بيكون جابهم، مش هيك؟ نفس الشيء بنسميه لويتك سيستم. مش شرط كل عمليه رايت تصير اللي هو يعكسها بشكل مباشر، بدها شويه جدوله بحيث يقلل اللي هو التايم. اوكي، ويخش فيها شغلات تفاصيل كتير، لكن في نفس الوقت هو ممكن الاو اس يعمل عمليه انيشيشن، يعني يبدا عمليه رايت، وفي نص الرايت يصير كراش للسيستم، السيستم ايش يصير له؟ كراش. واحنا مثلا في بلدنا بيصير كل شويه كراشز، مش هيك ولا؟ من ضمنها الكهرباء، مش بتقطع تشتغل كون شغال وهذا. طيب هل لما بيصير كراش وتعمل ريسيت للسيستم، السيستم بيسوى بيشتغل ايش؟ تووركس، مش هيك ولا؟ بيقدر يعمل ريكفر من سيرتن ستيت، مش شرط كل المعلومات تكون تخزنت بعد الساعه اقل، يعني بيرجع السيستم للسيف ستيت، مش هيك ولا؟ مظبوط ولا؟ فمعناته لازم يكون عند الاوبريتنج سيستم موجود فيه القدره على يعمل ريكفرنج لو صار فيه ايش؟ اللي هو كراشز، مش هيك؟ مش معقول الاس يقوم يضيع، او حتى البرنامج او الفايل اللي كنت بكتب فيه يضيع، اتليست يعني حتى لو عدلت شويه الفايل اللي قبل ما انا اعدل يكون موجود، ما يكونش راح وضعه خرب، مش هيك ولا؟ وهذا اللي بيصير، مش هيك؟ اوكي ماشي، هذه كلها بتكون هي فانكشناليتيز موجوده في الاوبريتنج اللي هو سيستم. لو نيجي نعمل ديزاين اوتك سيستم، في شويه جولز شود بي ان مايند، تكون يعني في بالنا ماخذينها في الاعتبار. اول هدف اساسي لازم نعمل بيلدينج لسم ابستراكشنز كونسبت، مفاهيم، وبحيث انه بعد كده يتعامل مع الابستراكشنز اللي احنا هذا بيكون بيسهل الموضوع الاشي كتير. يعني مثلا قبل شويه ذكرنا الكونسبت او الفايل. الفايل عباره عن اشي بنخزن فيه اشي، صح ولا؟ الفايل بنخزن فيه داتا، بنخزن فيه رانبل فايل، ايمج، فيديو او كذا، له اسم وله مكان، مظبوط. وانت كيوزر عادي تتعامل مع فايل، لكن هل انت تفاصيل الفايل زي ما قلنا كيف يتخزن وين تبعتر يتوزع هنا وهنا هل بتعرفها؟ يو دونت نو. هل الداتا ستراكشر تو كيب تراك اوف الفايل انت بتعرفها؟ هل مطلوب منك تعرفها؟ مش مطلوب حتى كديفلوبر على فكره، واخد بالك؟ مش مطلوب منك، انت بتقول افتح فايل في درايف وفكت فكين،
لكن ايش هي ذا ستراكشرز تو كيب تراك اوف الفايل، موزع كم جزء وكل جزء موجود وين، هذا مش عليك، كل على مين؟ على السيستم. لذلك صرعنا في الكونسبت اوف ايش اوفر فايل، ابستراكشن اوف ايش اوفر فايل. زي ما هنشوف بعد كده في كونسبت مهم كثير بسموه البروسيس، بسموه ايش؟ اللي هو البروسيس. كونسبت يمكن من اكبر اسباب النجاح اللي هو السيستم المودرن انه اخترع فعل كونسبت اوف البروسيس، تمام، ومبني عليه اللي هو كل شيء، وبعد كده عملوا ايش اللي هو الثريدز. اوكي، فانك تعمل ابستراكشنز اللي هو تلخيصات او مفاهيم كده كبيره وتتعامل مع الكبير هذا من غير الخوض في التفاصيل وكذا، والتفاصيل كلها تبقى على مين؟ على ايش؟ طبعا احنا كهلجيت كاوس ديزاينرز هنشوف التفاصيل، لكن احنا بنعمل التفاصيل هذه عشان ايش؟ وبنعرفها عشان لما نعمل له اس اليوزر العادي او دور عادي هي دونت نو هي دازنت نيد تو نو الديتيلز تبع الاوتيك سيستم، مش هيك ولا؟ اي نعم، وهذه احنا ايش اللي هو شغلتنا. مطلوب كمان انه السيستم اللي اعمله اللي هو السيستم انه يكون اوف هاي بيرفورمانس. انت عارف احنا قلنا على الاس في الاخر ما هو الا ريسورس مانجر، بيعمل مانجمنت للريسورسز. المانجمنت مهمه في اي شيء مش بس في الاس، وبتاخد اوفر هيد، فيش مانجمنت من غير اوفر هيد، لكن مطلوب يكون اوفر هيد ايش ماله؟ مينيمم، تمام؟ يعني عشان انا اشغل كذا برنامج ات ذا سيم تايم على سنجل سي بي يو بدها اداره وسويتشنج وشغل، لكن مش معقول اللي هي 50% من وقت السي بي يو اضيعه على المانجمنت عشان ال 50 المتبقين اشتغل عليهم برامج، لا هيك مش مظبوط الاشي، صح ولا؟ طبعا الاشي ما بيتمش من غير مانجمنت، لكن لازم التايم اوف المانجمنت يكون ايش؟ مينيمم. الريسورسز اللي تحتاج عمليه المانجمنت تكون ايش؟ يكون مينيمال، تمام؟ كمان بالنسبه للديسك، لو انت عندك هارد ديسك مثلا 100 جيجا، لو اس هياخد 50 جيجا مش كويس، هيك مش معقول اس ياخد 50 جيجا وضلل لي للبرامج والملفات تاعتك 50 جيجا، او للرام لو الجي الرام مثلا 10 جيجا نصها راحت لو اس وضل نص الابلكيشنز، مش حل، مش مظبوط ولا؟ اوكي، فاي فلو اس شود بي الديزاين بحيث انه يكون البرفورمانس تبعه هاي، تمام، من ناحيه انه اوهز يكون ايش؟ مينيمال، سواء من ناحيه تايم من ناحيه سرعه الشغل، بدعم الميكانيزمز بتعمل شغلات معينه بدها سرعة معينة، مش معقول التم اللي هي يعني هلقيت انت لما بتكون مشغل الوورد ومشغل الباوربوينت، لما بتكون شغال حاليا على الوورد بدك تروح للباوربوينت بتضغط اللي هو الايكون او الهاي تبعت اللي هو الباوربوينت، فمش معقول عشان اعمل سويتشنج من ابلكيشن ابلكيشن يقعد لي 1 مينت بتحملهاش. اللي هيعمل سويتشنج مين اللي هيعمل لك سويتشنج؟ الاو اس. يعني هل بتحمل 1 مينت اللي هو عشان اقعد استنى اعمل اللي هو سويتشنج؟ لا، بدي على طول اعمل يظهر لي الشيء. اذروايز اذا الويتنج تايم كان كبير انت بتتضجر وبتزهق وبتسيب السيستم او بتصير تشكو منه، مش هيك؟ فمعناته البرفورمانس شود بي تيكن انتو كونسيدريشن، وهذا حنشوفه خلال الشغل ان شاء الله. البروتكشن، تعرف في المودرن او من زمان يعني سيستمز بيكون شغال على سيستم ابلكيشنز وبرامج كتير بالاضافه للاوبريتنج سيستم، ومطلوب انه يشتغلوا في اي واحد من غير ما حد يخرب على الثاني، لا ابلكيشن يخرب على ابلكيشن ولا ابلكيشن تخرب على الاس ولا الاس يخرب على الابلكيشن، مش هيك ولا؟ اي نعم. فلازم يكون في سم كايند اوف بروتكشن، لازم يكون في بنسميه اللي هو ايزوليشن، مش هيك ولا؟ لازم تكون خلي بالك العملية اللي هو التخريب هذا المس بيهيفير ممكن يكون اللي هو مقصود او غير مقصود، تمام، فلازم الاس يكون في اللي هي الميكانيزمز اللي بتضمن لي الفول بروتكشن. الفول ايش؟ بروتكشن، بحيث ما حدش يخش على الاس على اللي مش له. كمان في جول مهم، يكون الاس ران نون ستوب، يعني يشتغل ما يوقفش الا اذا انت عملته شت داون، ما يحصلوش كل شويه فيلر، ما يحصلش فيلر له. انت عارف الاو اس لو حصل له فيلر كل ايفريثينج ويل فيل، مش هيك؟ لو عليه شغال الاشي، هل في الابلكيشن اللي بشغلها هل بتشتغل من غير بروجكت سيستم؟ ما بيشتغلوش. الاو اس شود بي وركينج،
تمام، وعليه بكون شغال مين اللي هو الابلكيشن هذه اللي هي كلها، مش هيك؟ لذلك المفروض الاس يكون ريلايبل، كمان يكون الديجري اوفابيلتي يكون عاليه، الاعتماديه يعني يكون درجه الاعتماديه تبعته اشمالها عاليه، مش كل شوي يحصل لي فيلر. اوكي ماشي. في الديفايسز اللي هي الحديثة زي الموبايلز لهم كمان ناحية اللي هو الانرجي، اوكي الانرجي الكود تبع الاس يكون انرجي افيشنت، انه ما يسحب ليش اللي هي انرجي كتير من البطارية تبعت الموبايل، وكل شوي والا كل شوي حتفضل البطارية وتقعد تشحن، هذه مهمة. موضوع سكيورتي، تعرف هلقيت السكيورتي اللي هي اكستنشن للبروتكشن، يعني احنا كنا بنتكلم على البروتكشن على مستوى البي سي الواحد، بدك حتى على مستوى سنجل يوزر بدك تحمي نفسك من نفسك، انت لما تكون فاتح برنامجين زي الوورد والباوربوينت، هل بيسرك انه شغال على الوورد يقوم تخرب اللي انت فاتحه على الباوربوينت؟ لا، معناته انت بدك بروتكشن اجينست يور سيلف نفسك، مش هيك ولا؟ اوكي، لكن هالقصه الاشي اوسع بكثير كمان. لو بتتكلم على نتورك انفايرمنت، ناس شبكة كبيرة واسعة سواء لوكال أو إنترنت، وشغال يوزر هنا ويوزر على مكان تاني، فالمفروض شو يكون في سيرتن كايند أوف سكيورتي بحيث ما يخرجوش على بعض، ما يخربوش برامج بعض، ما يسرقوش من بعض، ما يتلفوش حاجات بعض، مش هيك ولا؟ أي نعم. أوكي، هذه كلها اللي هي جولز وشغلات المفروض تتوفر في الأوبريتنج السيستمز. حندي هلقيت شوية هيستوري سريع على الاوبريتنج سيستمز. في الاول الاوبريتنج سيستمز كانت بسيطة، كان الاس عبارة عن set of functions بحطوها في libraries، واليوزر اذا بده some functionality بيعمل call للfunction، call عادية function call procedure call من غير ما يغير الليفل تبع السي بي يو. فاكرين لما درسنا الامبيدد قلنا في اللي هي في عندك البريفليج وفي عندك اليوزر، في حتى البريفليج في كذا ليفل، فعلى الاقل في الحديث الان بيكون في ايش للسي بي يو كم ليفل؟ تو ليفلز. زمان ما كانش اللي هو المالتي ليفل، كان سنجل ايش ليفل، بحيث الكود تبع اليوزر العادي الابلكيشن العادي بيكون شغال بيعمل كول لفانكشن من الاو اس، تجي له الكود لكن بغيرش الليفل، بضل شغال نفس الايش الليفل، وبالتالي الاو اس عنده فول كنترول على الهاردوير، وكمان اليوزر عادي عنده فول كنترول على ايش على الهاردوير، وبالتالي اليوزر عادي ممكن يعمل اي شيء سواء بقصد او غير قصد، تمام، ممكن يخرب سواء هو يعني بشكل مقصود او غير مقصود، وهذا الاشي مرفوض، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. هذا زمان، حتى انا لحقت العصر هذا على فكره، على ايامنا كان في الجامعه 1 من فريم او 2، وكنا بنكتب البرامج، كنا ايامنا كان فورتران، بعديها ظهرت السي والحاجات هذه، فورتران والكوبل، بنكتب البرنامج على ورق، بنروح للاوبريتور بني ادم يعني عادي هيومن، عنده البانشنج ماشين قال تخريم كروت، كروت صفرة، تمام، فكل سطر بحط الكارت محطوطه، وعنده البانشنج ماشين آلة تخريم كبيره كده ميكانيكال ديفايس كده، وبنقل سطر سطر، كل سطر بيتخرم بنحط على كارت، بحيث بيطلع برنامجك اذا انت برنامج 30 سطر بيطلع كم كارت؟ 30 ايش كارت، بجيب لك البرنامج تبعك ك 30 كارت كروت صفرة كده ومشطوف من الجنب، والبرنامج تبع الثاني 50 كارت، والثالث والرابع بلملهم كباتش، وهي بحطهم في ماشين تاني بيسموها ايش اللي هي كارد ريدر، كارد ايش كارد ريدر، هيك شفناها دفعنا كلها بالك، كارد ايش ريدر، الكارد ريدر بيقرا البرامج هذه كلها از باتش، مثلا 10 برامج 20 30 برنامج تمام ورا بعض، ماكينه سريعه كده، بس بضل ميكانيكال مهما كان سريعه، مش زي اليوم مش هيك ولا؟ اصلا ما فيش الان محدش يستخدم الماشينز هذه، تمام. وبعدين بروح اللي هو المنف بينفذ البرامج تبعتنا واحد واحد، بسموها باتش بروسيسنج واحد واحد لغايه ما ايش ما يخلص، صح هو قريهم مره واحده او بخزنهم على ديسك او سام ستورج، لكن لما بيجي بنفذ ايش وان بروجرام ات تايم، ما كانش في مالتي بروجرامينج، تمام. وحتى لو البرنامج بده انبوت اوتبوت لازم يستنى لغايه ما الانبوت اوتبوت يتم،
لغايه ما يخلص خالص، تمام. وبعد كده ايش بيشغل البرنامج اللي هو تاني، بيسموا المود هذا مود اللي هي باتش بروسيسنج، بيسموه باتش ايش اللي هو بروسيسنج، تمام. طبعا واضح انه فيري سمبل اوتك سيستم، مش هيك ولا؟ حتى صار الهيومن اوبريشن نفسه جزء من الاو اس، يعني هو اللي بيتحكم يحط برنامج مين قبل مين. يعني لو انت صاحب الاوبريتور ممكن يقدمك مثلا يشغل برنامج قبل الثاني. الفانكشناليتيز هذول كلهم حاليا مين بيعملهم؟ الاو اس نفسه بشكل اكثر واسرع اللي هو بكثير. وزمان طبعا على ايامنا في الاخر لما انا بديت، لما جربت اتخرج بدا يظهر البي سي، ياما كان على الزايلوج والموتورولا، على الزايلوج البروسيسور اسمه زايلوج زي بروسيسور، تمام. هذا وقتيش في ال 84 في اخر سنه اتخرج انا، ظهر اول مره لسه ايش اللي هو البي سي، واخد بالك؟ والا كل عهدنا ما كانش البي سي موجوده، كلها كانت كلها ايش؟ مين فريمز. ف اي نعم، وبالتالي ما كانش في الانتراكتيف بروسيسنج لانه كان شيء از كوستلي، جهه كبيره اورجانيزيشن كليه جامعه مستشفى وزاره بتجيب من فريم تقدر، تمام. اوكي ماشي. لكن بالطريقه هذا صار واضح انه اليوزر كود واللو اس كود شايل نفس الليفل، بالتالي اللي هي الاثنين لهم فول كنترول على كل الهاردوير. مش معقول الكلام هذا، مظبوط ولا؟ وبالتالي ممكن يوزر يخش على ملفات واحد تاني على الديسك ويلعب روح يمين شمال زي ما بده، مش هيك ولا؟ فهذا الاشي مش مطلوب، ما كانش في اللي هو بروتكشن. قالوا لا لا لا، اجوا ناس قالوا يا عمي بدنا نعمل حاجه اسمها مفهوم السيستم كول، تمام. البروسيدر كول ايش بيسوي؟ انت بروسيدر كول يعني فانكشن كول، بيعمل كول لفانكشن بينفذ المطلوب وبيرجع من غير ما يغير الليفل، وبالتالي وهو في الفانكشن بضل له فول كنترول على مين؟ على الهاردوير. هنا الخطوره، صح ولا؟ لكن السيستم كول ايش بيسوي؟ السيستم كول بيغير البريفليج ليفل، ما اللي بيكون فيه تو ليفلز، يوزر ليفل اند ايش؟ اند كيرنل ليفل. الكود تبع الابلكيشنز العاديه كله بيكون شغال باي ليفل؟ باليوزر ليفل، بحيث في بعض الانستراكشنز ار ريستريكتد على اليوزر ما بيقدرش يستخدمها، تمام. يعني لو حاول يستخدمها الكود تبع اليوزر بيديله انتربت على طول، بيطلعوا من هذا. يعني تكلمنا عليها في الامبيدد، قلنا بعض الانستراكشنز كان في بعضها ار نوت افيلبل في اليوزر مود، مش هيك ولا؟ اوكي. فلكن لو الاس لو اليوزر بده خدمه من الـ من الـ من الاس بيقدر، بطلب زي برنامج تبع الرايت والاوبن تبع الملف اللي عملناه شوي، بقول له اوبن فايل. هذا الاوبن نفسها فانكشن كول نفس، بس جواها الكود تبعها جواها حتلاقي في واحد جزء اساطر منها سيستم كول. هذه الكول الحقيقيه اللي بتروح للاو اس، يعني في الاول الكول هذه الفانكشن بتروح للاو عادي، لكن لو رحت للكود تبع الاوبن حتلاقيه جواها في سيستم كول، تمام. سم انستراكشن بينادي مين؟ الكود تبع الاوتيك سيستم عشان يعمل ايش اللي هو الاوبن. السيستم كول انستراكشن هذول انستراكشن بيكون معمول في السي بي يو، بينقل الليفل البريفليج ليفل تبع السي بي يو من يوزر الى ايش؟ الى كيرنل. وفي نفس الوقت بيعمل برانشنج بيروح لمين؟ للكود تبع ايش اللي هو الكول اللي هي هذه الخدمه المطلوبه، سواء اوبن او رايت او ديليت او اللي بدك اياه. معناته بيكون مسبقا كاتبين احنا ايش؟ الناس اللي عملوا الاس كاتبين الكود تبع الهاندلز هذول، تمام؟ لذلك فاحنا ايامها حتى قلنا هي نوع من السوفت وير انتربت، بشكل هو انتربت فعلا بس السوفت وير ايش؟ نريتد، بيتم عن طريق ايش؟ سيستم كول. مرات بيسموه حتى هنا بسميه كيف كتاب، مرات بيسموه تراب، بيسموه ايش؟ بيسموه ايش؟ تراب. لذلك بدها ايش؟ بدها سيستم كول هاندلر او تراب ايش؟ هاندلر. فهي بينقلك من اليوزر مود للكيرنل مود، وان صار بالكيرنل مود معناته صح حاليا شغال اي كود الكود تبع الاو اس، وبالتالي صار الفول كنترول على مين؟ الهاردوير، تمام. هي كان ايشو اي انستراكشن ايفري ثينج ايفري ايش ثينج. يعني سئلت مين بيتحكم بتاعي الهاردوير؟ بيتحكم الاس، والاس بيتحكم بالهاردوير. لا خليني اقول الاو اس اللي هو بيتحكم ايفري ثينج، صح. الاو اس بده هاردوير بالك عشان يشتغل، زي لما اجي اقول لك مثلا انت يعني بدك معلقه عشان تاكل رز، تمام. المعلقه هاردوير
عملية الأكل نفسها سوفت وير، لكن مين الكنترول تبع المعالجة؟ أنت في الآخر. نفس الشيء الهاردوير نفسه اللي بيشتغلش من الهاردوير، الأو إس بيشتغلش من الهاردوير، بده سبورت أوف الهاردوير، لكن في الآخر أول وأخر مين اللي في الكنترول على إيفري ثينج؟ الهاردوير باسيف ديفايس بغض النظر عن الإمكانيات، في الآخر إتس كنترول باي مين؟ باي الأو إس. هذا تفهمها هيك؟ هذا هي. أوكي. فراح لقيت للقلب للكرنل مود وصار يشتغل الكود تبع مين؟ تبع اللي هو الاوبريتنج اللي هو سيستم، وصار له فول اكسس على ايش؟ على الهاردوير. بيشتغل في الهاندلر لغايه ما يخلص، في الاخر بيعمل في انستراكشن اسمه ريتيرن فروم انتربت او فروم تراب له كذا تسميه او فروم سيستم كول انستراكشن هاردوير انستراكشن عادي. هذا الريتيرن بيغير المود من كيرنل الى يوزر، وبيرجع للابلكيشن من المكان اللي ترك منه اللي سابه، بيكمل بعديه. صار حاليا بالايش؟ باليوزر مود. رجع للكود تبع مين؟ اللي هو الابلكيشن. وبالتالي صار الهاردوير اكسس بالنسبه له ريستريكتد، مش هيك ولا؟ مش everything is available. مش everything is ايش؟ is available. واضح؟ اوكي. وبالتالي اختلف اللي هو الاشي كتير. وبالتالي بنقول انه في اولها زمان يعني كان في الكونسبت اوف بونو بروجرامينج، يعني بيكون شغال على سي بي يو ات اني وان تايم كم بروجرام واحد. بس تعرف اي برنامج في الغالب ما بيخلوش من انبوت اوتبوت، مش كله كومبيوتيشنز، مش هيك ولا؟ اذا كومبيوتيشن بيشتغل على السي بي يو، بعد كده بطلب انبوت، بده يقرا سمثينج من الديسك، ساعتها بيزموش السي بي يو، لازم يستنى لغايه ما الاس يجيب له مين الانبوت. وفي الحاله هذه بيجلس السي بي يو اشماله ايدل. هذه مشكله. طب انا بدل ما اسيبه ايدل ممكن نشغل برنامج ثاني في الوقت هذا اللي هو فيه ايدل. تمام؟ شوي لغايه ما يجهز الانبوت تبع البرنامج الاولاني بشيل الثاني وبرجع بشغل الايش؟ الاولاني عشان يكمل. مش هيك ولا؟ ومن هنا ظهر مفهوم المالتي بروجرامينج. يعني يو كان اللي هو ران مور ذان بروجرام ات تايم. طبعا هو على سيكس هو مش ات تايم، يعني عمال وقت السي بي يو بتوزع على مين؟ على البرامج، بحيث البرنامج نفسه بيلزموش انه كل الوقت كل بيلزموش وقت السي بي يو كله، لانه في جزء مش بسيط من وقته بيكون بيعمل انبوت اوتبوت، وهذا بده السي بي يو، فبيرتكن على جنب وبيشغل برامج ايش؟ اللي هو اخرى. اقول لك حتى لو كان كل وقته كمان حسابات، تمام؟ يعني ممكن وقت السي بي يتوزع بحيث يبدو انه بحيث انه يكون كله شغال كانه في ترو باراليزم من غير ما الابلكيشن تحس، مش هيك ولا؟ ماشي الحال. اوكي. وبالتالي بيصير في اللي هي بيتا يوتيلايزيشن للسي بي يو. اللي بيعمل سويتشنج هالجيت بتوين البروسيسز وهي شغالة، هذا ارتكن بيستنى input output is waiting for input output وشغل الثاني، وبعدين الثاني طلع input output ركن وشغل الثالث. الـ OS هو اللي بيعمل كل الشغلات هذه، وبالتالي صار عندي في multi programming. طبعا بأنه multi programming معناته زادت أهمية اللي هو الـ protection، زادت أهمية ايش؟ يعني في الميموري في وقت واحد هيصير في الكود والداتا تبع أكثر من برنامج، فبدك بروتكشن. وزادت اللي هي أهمية الكونكورنسي اللي تكلمنا عليها المرة اللي فاتت، فاكرين لما كان في جلوبال فاريبل و مور ذان وان ثيرد حاولوا يعملوا اكسس ات ذا سيم تايم من غير اي كنترول حصل مشكلة، صح ولا؟ سميناها كونكورنسي بروبلم، مش هيك؟ ولا بدها حل. ايش الحل؟ إلها حلول حنشوفها بعد كده. كل حل مميزات ولو ايش؟ ولو عيوب. اوكي ماشي. طيب احنا هيك بنكون خلصنا الشابتر هذا، والمرة الجاية بإذن الله حنكمل ان شاء الله. ماشي.